والنتيجة السلبي. لكن على مستوى الأداء في الدقائق الأخيرة، الحديث عن آخر 10 دقائق حتى الآن من أحداث هذا الشوط الرسمي. الله، نتحدث عن الدقائق الماضية، هي بها ظهور الأهلي بعد محاولات ومحاولات ومحاولات، لكن الأهلي يظهر في أرضية الملعب. يا سلام على البداية، يا سلام على أجمل بداية. الرأسية هي حضرت من مشعل عبد الله ليسجل ثالث أجواله. في منطقة خضر محمد حول كرة للناحية اليسرى، محاولة دور مرور، دور مهارة من خلفان، من يتواجد على لعبة فهد خلفان، تصويبة في الكرة الماضية. يا سلام يا سلام يا سلام، عودة من جديد من البوابة الكبيرة، هي عن طريق من يتواجد فيكتور فاسكيز في الكرة الماضية. شوف عدى، هو مر، هو بمهارة. أي نعم، المهارة تغلب، المهارة تفوز، المهارة تلعب دور كبير. فريدون، كرة عالية، عرضية، تصويبة. يا الله يا الشاب، الاسم الشاب محمد، محمد وعد يسجل ثاني الأكوال، الورقة الرابحة، هدف ثاني لمصلحة الأهلي في أحداث هذه المباراة. أي نعم، الأهلي يبحث وطال البحث ووصل إلى ما أراد. شوف الاستكمال، محمد وعد، تصويبة لمحمد وعد.